محاضن قادها الخبراء، فشاعت أنجما غررا تبدد ظلمة الدنيا، بها ركب الأباة سرى. هنا يرعى اليتيم ترى صروحا قد علت وذرى، فجمعيات أيتام كغيث أنبت الخضرا. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا في حلقة جديدة من حلقات خير بيت. نستضيف في هذه الحلقة جمعية أبناء لرعاية الأيتام ببريدة، وسنتعرف بإذن الله على مبادرة دراسة الاحتياج للأيتام، وكما سنسلط الضوء على هدفهم ضمن خططهم الاستراتيجية في تحقيق جودة حياة الأيتام. لذا كونوا معنا في هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بضيوفنا الأعزاء. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصورا. أهلا وحياكم الله. نستضيف معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العجلان، المتحدث الرسمي لجمعية أبناء لرعاية الأيتام ببريدة. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا أخوي، حياك الله وإياك ومسي عليك وعلى المتابعين الكرام. وأيضا نستضيف معنا الأستاذ جابر بن عبد العزيز المقبل، أخصائي اجتماعي بجمعية أبناء لرعاية الأيتام ببريدة. حياك الله أستاذ جابر. أهلا وسهلا، الله يحييك، سعيد بك وبالأخوة المتابعين. أستاذ عبد الرحمن، حدثنا عن نشأة جمعية أبناء، حدثنا عن التأسيس والاستراتيجيات لهذه الجمعية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية نشكر للقناة الاستضافة، وهي كعادتها يعني سباقة في طرحها أو بثها لما تقوم فيه الجمعيات بشكل عام على مستوى المملكة وجمعية الأيتام بشكل خاص، فكل الشكر على مبادرتهم في ذلك. ثانيا، الحمد لله جمعية أبناء هي جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام فاقدي الأب في منطقة البريدة وضواحيها، والجمعية تحظى ولله الحمد برعاية فخرية من سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود حمد العزيز عن قرب وعن كثب لمتابعة أعمال الجمعية. طبعا لعل أبرز الأمور المهمة لدى الجمعية هي الانتقال والتحول باليتيم من الرعوية إلى التنموية، حيث أن اليتيم يعني خلاص يكتفي بذاته ويكتفي عن حاجته للجمعية وبرامجها. ثم أنها تسعى لتحقيق رؤية المملكة في جانب جودة حياة المواطن السعودي، وأحدهما الأيتام، فتسعى الجمعية لجودة حياة اليتيم. إضافة إلى موضوع الحوكمة، وهو موضوع الحقيقي مهم لدى الجمعية، ومن خلاله الجمعية تحظى بثقة المتبرع، تحظى بثقة الداعم، تحظى بثقة المستفيد، كون يعني الحوكمة معاييرها الشفافية، السلامة المالية، الامتثال، وفي حال تحقيق الجمعية لدرجة عالية في الحوكمة فهي يعني تحظى بثقة المعنيين بشكل عام. أيضا موضوع المعنيين وكل ما هو معني في الجمعية، سواء كان المعني إما يتيم ومستفيد أو أسرته أو المعنيين من الموردين أو من الجهات الإشرافية، فالجمعية تسعى إلى أنه المعني يعرف ماذا تريد الجمعية منه وماذا تقدم أيضا الجمعية له من خدمات. هذا بشكل عام بطار عام يعني ما تقوم فيه الجمعية. كيف كانت رحلتكم نحو التميز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة؟ طبعا رحلة التميز الحقيقة رحلة شيقة، و يعني وليست هي بحد ذاتها هي غاية، وإنما هي وسيلة لأن تقوم الجمعية وتقدم خدماتها بوفق معايير يعني عالمية ومحكمة ومدروسة. ولعل يعني ليس الهدف الجائزة، وإنما الهدف أنه تصحيح المسارات، الرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية، الاستدامة في تقديم الخدمات بمستوى عالي، الانتقال من الفردية إلى المؤسسية، وذلك يضمن بمشيئة الله تعالى استمرارية عمل الجمعية سنوات قادمة، وأيضا يضمن أنه ما يكون فيه اجتهادات فردية في ما تقدمه الجمعية.
جميل جدا أستاذ جابر، هذا التميز المؤسسي، فوز جمعية مختصة أو متخصصة في رعاية الأيتام بهذه الجائزة، ما الأثر الذي يعكس على الأيتام وعلى أسرهم؟ طبعا بالنسبة لهذا الفوز الحقيقة أنا أعتقد أنه التميز هذا هناك ثلاث نتائج له. على مستوى الجمعية بالتأكيد هذا يحمل الجمعية مسؤولية كبيرة تجاه مستفيديها وتجاه المجتمع، فهذه إحدى نتائج الفوز اللي هي المسؤولية التي نحس بها. النقطة الأخرى المجتمع، المجتمع الآن النظرة المجتمعية ستكون أفضل، لأنه عرف أنك الآن أنت ما وصلت لها الجائزة إلا بمعايير واضحة وبشغل مرتب وشغل منظم. وفيما يخص المستفيد الأول من خدمات الجمعية اللي هو اليتيم وأسرته، بالتأكيد سينعكس هذا التميز على جودة الخدمات المقدمة، جودة في الابتكار، جودة في المنتجات السابقة، جودة في العطاء الذي يقدم لهذا اليتيم. جميل جدا. وبالطبع أنه الأيتام عندكم أستاذ الرحمن، هل هم فقط في فرع يخدمهم أم هناك فروع للجمعية في بريدة؟ طبعا ما يخفاك أنه جمعيات الأيتام على مستوى المملكة كل جمعية متخصصة في منطقة جغرافية محددة، فبالتالي الجمعية لها فرع رئيسي في مدينة بريدة، وأيضا لها أجنحة، خلنا يعني نتكلم عن أكاديمية أبناء للبنين وأكاديمية أبناء للفتيات، وهي المحضن اللي تحضن فيها الجمعية أبنائها مدة 4 ساعات يوميا، تقدم لهم البرامج التنموية والتمكين والتدريب والتعليم على مستوى البنين والبنات، ولكننا لا نعمل إلا في منطقة بريدة وضواحيها. جميل، إذن هناك فرع فقط رئيسي لجمعية أبناء. نعم صحيح. عدد المستفيدين ككل؟ طبعا عدد المستفيدين بحكم أنه تدخل أسرة وتخرج أخرى، ولكن يعني نحن يعني ما بين 3000 إلى 3100 يزيد وينقص حسب دخول وخروج الأسر. لا يوجد هناك خطط مستقبلية للتوسع؟ توسع على مستوى المنطقة ولا على مستوى الخدمات؟ لا على مستوى المنطقة. طبعا الحمد لله حنا ومن هذا المنبر أدعو إلى أنه أي تيم موجود في منطقة بريدة ولم يتلقى الخدمة أنه يقدم إلى جمعية أبناء. نحن نسعى الحقيقة أنه لا يوجد يتيم في مدينة بريدة تحت مظلة المنطقة أنه لم يتلقى الخدمة، بل إني أدعو الجميع إذا كان هناك أيتام لم يتم خدمتهم أن الجمعية سعيدة وتستقبلهم، لأن العدد هذا ليس هو الطموح، ومن ضمن مبادرات الجمعية رفع مستوى أو رفع عدد المستفيدين خلال عام 2024. جميل جدا. وخلال يعني ما هي الأهداف التي تسمون بها إلى تحقيق هذا الهدف إلى رفع أعداد المستفيدين من الأيتام؟ طبعا مثل ما تكلم أخي وعزيزي جابر أنه الحقيقة الحمل على عاتق الجمعية كبير، ونحن يعني محملين أمانة أننا نقدم لجميع الأيتام في المنطقة الخدمة الكاملة، سواء على جوانبها الرعوية من احتياجات أسرية ومن احتياجات مادية، أو على جوانبها التنموية ورفع مستوى التنمية لدى اليتيم والتعليم والتدريب وتقديم جميع الخدمات في ذلك. ذكرتم قبل قليل موضوع الأكاديمية، هل هو الأكاديمية هذه مبادرة؟ هل هو برنامج؟ طبعا الأكاديمية أحب أشير أنها أول أكاديمية على مستوى المملكة الحبيبة، هي أكاديمية أبناء في منطقة بريدة، وكان عمرها من عام 1416، وكانت مثال يعني يحتذى فيه من الجمعيات الأخرى، حيث يعني في كثير من الجمعيات قامت بنفس ما تقوم فيه الجمعية. حين نقول أنه هذا هو المحضن اليومي اللي يقضي فيه اليتيم حياته اليومية، حيث أنه يأتي الساعة 4 عصرا إلى هذا المحضن، يتلقى تعليم، يتلقى تدريب، يروح عن نفسه ببرامج ترفيه وبرامج رياضية، يقدم له مجموعة من الدورات النوعية في الحاسب الآلي، في اللغة الإنجليزية، في اللي يحتاجه العصر الحديث في التوظيف وفي المهارات، الريبورت، المونتاج، اللهم صل محمد، في الدورات في التسويق الإلكتروني، في عدة مجالات تخدم اليتيم أنه يجد بعد ما يتخرج من هذه الأكاديمية مجال يتوظف فيه، يكتفي بنفسه وبأسرته عن حاجته للجمعية. جميل جدا. هذا يعني كبرامج أو كمسؤولية تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام. نعم. ما هي المسارات الأخرى أو البرامج اللي تقدمونها أيضا لهؤلاء الأيتام؟ طبعا لعلي ذكرت في حديثي قبل قليل أنه المسارات عبارة عن مسارين أساسيات، والمسار الرعوي
ولأنه الجمعية ليس الموجودين في الجمعية هم أيتام، وبنفس الوقت قد تكون حالاتهم المادية ضعيفة، فالجمعية قسمت الأسر لديها حسب الاحتياجات المادية بعد ما تدرس حالتهم ويتم قبولهم ويذهب الأخصائي الاجتماعي أو الباحث الاجتماعي إليهم ويقيم الحالة وتدخل ضمن مستفيدين الجمعية، تقيم حالاتهم وتقدم لهم البرامج وفق حالاتهم، في برامج عامة وفي برامج خاصة لكل أسرة وفق احتياجاتها. ولكن أبرز البرامج لعلي يتكلم عن الكفالة الشهرية المساعدة، وهي من تصرف بشكل شهري ثابت في يوم 22 ميلادي من كل شهر، هذه مساعدة لكل الأيتام واليتيمات داخل الجمعية. أضف إلى ذلك اللهم صل على محمد سداد الفواتير، سواء فواتير الإيجار أو فواتير الاتصالات أو أيضا كذلك سداد إيجارات المنازل، وأيضا إلى أبعد من ذلك إلى تسكين الأيتام وقد نتطرق له في هذه الحلقة بشكل أعمق، ثم احتياجاتهم المدرسية واحتياجاتهم في الأعياد واحتياجاتهم في دخول موسم شتاء ودخول موسم صيف من الملابس ومن الاحتياجات الأساسية والضرورية لعيش حياة كريمة. ثم الشق الآخر اللي هو الشق التنموي، ويندرج تحته جزء منه الأكاديمية وجزء منه البرامج التنموية للأبناء اللي خلينا نقول تخطوا سن الأكاديمية في المرحلة الثانوية، تدريب تمكين تدريب على رأس العمل، عقد شراكات مع جهات لتوظيف الأيتام، عقد شراكات أيضا مع جهات علمية لتدريبهم وتقديم الدورات العلمية لهم. جميل. وماذا عن المبادرات؟ هل هناك مبادرات أم فقط هي المسارات تخدم المبادرات أو المبادرات مفصلة تماما عنها؟ طبعا إحنا لو جمعناهم راح يكونون متفرقين، ولكن إذا أطلقناهم بشكل عام هي جميع ما يقدم لليتيم وأسرته من برامج. المبادرات طبعا تشمل اليتيم وتشمل أسرته، تشمل والدة اليتيم، يقدم حتى لوالدة اليتيم من الجلسات التربوية والجلسات النفسية والإرشادية والجلسات كذلك الاقتصادية، لأنه عندنا بعض الأسر الحمد لله صار لهم دخل من خلال تلقيهم لمجموعة من الدورات في الجوانب الاقتصادية، وكيف أن الأسرة يعني تكتفي بنفسها وتجد لها دخل شهري ثابت، إما ببيع منتجات وإما بالمنافسة في بعض ما يقام عندنا في المنطقة من اللهم صل على محمد، عندنا احنا مهرجانات سواء مهرجان الكليجة او في مدينة الغذاء، الان عندنا تقريبا 12 مسار خاص بأسرنا يقدمون فيه منتجاتهم، ومما يضمن الأسرة ان بمشيئة الله يعني تكتفي بذاتها عن خدمة الجمعية في أي ما شاء الله تبارك الله. أستاذ جابر، سمعنا العديد من المبادرات والمسارات، بوجهة نظرك ما هو المسار أو البرنامج أو المبادرة الذي تراه بحاجته لليتيم؟ أنا أعتقد أنه اليتيم هو بحاجة أن تعرف أن نعرف حاجته قبل أن نصنع المبادرة، لذلك كانت من أهم المبادرات اللي احنا صنعناها في أبناء اللي هو صناعة مبادرة دراسة احتياجات اليتيم، نحاول من خلالها أن نعرف اليتيم ماذا يحتاج حتى نصنع من خلاله البرنامج المناسب له. المبادرة هذه انطلقت معنا منذ فترة، كانت بدايتها فكرة تحولت إلى واقع، ثم ولله الحمد عقدنا شراكة من خلالها استطعنا إطلاق مثل هذا البرنامج. أنا أعتقد أن هذا البرنامج هو أعتبره أنا بالنسبة لي من أهم البرامج، لأنه من خلاله وصلنا إلى احتياج اليتيم الحقيقي. وسنتعرف أكثر على هذه المبادرة بعد هذا التقرير، فكونوا معنا. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصورة. وسط ينابيع الرعاية التي تنبع من قلب وطننا الغالي، بتوجيهات ودعم للعمل المجتمعي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله، ثم بإشراف مباشر من وزارة الموارد البشرية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، وفي عام 1430 للهجرة ظهرت أبناء برئاسة فخرية من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل حفظه الله، لتكون الجمعية المتخصصة الأولى في رعاية اليتيم بمدينة بريدة، برسالة تؤكد على استثمار طاقات المجتمع لتمكين اليتيم عبر حلول مبتكرة في بريدة ومراكزها،
للوصول إلى رؤيتها بتكوين منظومة تنموية مستدامة لتمكين الأيتام بمعايير عالمية. تفتح الجمعية أبوابها كل يوم لتقدم خدماتها إلى أيادي وأرواح من ترعاهم. أكثر من 3,097 مستفيد. تحمل الجمعية مسؤولية خدمتهم ورعايتهم، وترسم خيارات متنوعة من المشاريع والحلول المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولأن قيمة الإبداع هي صرح يطور برامج الجمعية، كان للابتكار قيمة ومزية، فتطوير التفكير الإبداعي وتحفيز الموظفين حاضر في خطتنا الاستراتيجية، وعليه تتنافس أقسام أبناء أيهم يشعل ضوء الابتكار في خدمة المستفيد أولا. تمارس الجمعية أعمالها اليومية في رعاية اليتيم، وتبدع في ابتكار برامج التمكين التي تسعى لإخراج اليتيم من دائرة الحاجة إلى رحابة العطاء. يظهر هذا في برامج كثيرة، منها برامج الرعاية الاجتماعية. يحيط هذا البرنامج الأسرة بالرعاية ليغطي كافة احتياجاتها الأساسية، حرصاً على ضمان وجود أرضية صلبة تعين الأسرة على مواجهة صعاب الحياة، ويشمل ذلك أموراً كالراتب الشهري والمساهمة في سداد الإيجارات وفواتير الخدمات وما يتعلق بالصيانة بكافة أشكالها، وصولاً إلى الرعاية الصحية لمحتاجيها. برنامج عطاء، وهو برنامج يعطي الأولوية لأشد الأسر حاجة وفق التقارير المرفوعة من فريق البحث الاجتماعي، كما يعطي فرصة للباحث الاجتماعي لتقديم رعاية إضافية للأسر ذات الظروف الخاصة. برنامج حياة وبرنامج قناديل، حيث تغذى أم اليتيم بعشرات اللقاءات والأنشطة التي تسعى لبناء روحها وزيادة ثقتها وتثقيفها تربوية، مما يضمن تكامل المنزل وجودة حياة الأبناء. أكاديميات أبناء، مكملة لدور الأسرة، بانية للقيم وشاغلة للوقت. عشرات البرامج المرسومة بعناية تشمل أبناء وبنات أبناء، لتكون منارة تيسر لهم طريقهم وتسقل مواهبهم وتنمي مهاراتهم. تكمن قمة الهرم في بناء اليتيم داخل الأكاديمية باستكشاف ذاته لاستخراج مواهبه وإمكاناته، ثم رسم خطة شخصية متكاملة لإبرازها وتنميتها. برنامج سند، تراعي الجمعية ظروف الأسرة المختلفة وتبتكر ما يتواءم مع احتياجاتها، فكان هذا البرنامج مبادرة لمنح المستفيد المؤهل سيارة خاصة، ثم إشراكه مع تطبيقات التوصيل المختلفة ليستثمر وقته ويكون مصدر دخل لنفسه وأسرته. برنامج تمكين، نمكن الأيتام في مهارات يحتاجها سوق العمل، ثم نوظفهم عن طريق شركاء الجمعية بوظائف مستدامة تحقق الاستقرار والاكتفاء. طموح يعانق السحاب، وسعي للمساهمة في رؤية مملكتنا الغالية 2030 من خلال العمل على تحقيق مستهدفاتها. مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، ودوما نبقى مع اليتيم من الرعاية وحتى التمكين. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصورة. أهلا وسهلا بكم مجددا، نعود معكم لنكمل الحديث عن مبادرة دراسة الاحتياج لأسرة اليتيم. أستاذ جابر، حدثنا عن هذه المبادرة، الفكرة وعن عينة الدراسة. طبعا كما ذكرت قبل قليل وكما تكلم أخي وأستاذي أبو محمد عن أن من أهداف الجمعية هو إيصال الخدمة بأفضل طريقة ممكنة، لذلك كان هدف من أهدافنا أن نسبر الأرض، نعرف اليتيم شو يحتاج علشان نخرج برامج تكون مناسبة له. من هذا الشيء حاولنا أن نوجد طرق لأخذ البرامج من اليتيم نفسه، نعرف وش احتياجه بحيث أن نخيط ثوب البرامج على ما يناسب هذا اليتيم الذي حنا سوينا الجمعية كلها لخدمته. من أجل هذا عقدنا شراكة مع جامعة القصيم لصنع دراسة تسبر واقع الأيتام. حرصنا أنه تكون المجالات اللي تسبرها هذه الدراسة تشمل كل حياة اليتيم، صحي، اقتصادي، تربوي، تعليمي، اجتماعي، من جميع الجهات، حتى نخرج
بواقع اليتيم كما هو. في هذه المبادرة حرصنا على ثلاث أشياء. الشيء الأول إننا نعرف ماذا يحتاج اليتيم حقا من وجهة نظره. النقطة الثانية حرصنا إننا نعرف هذا اليتيم هل هناك عوامل تؤثر على احتياج هذه البرامج عنده؟ هل كون عدد الأبناء؟ هل المستوى التعليمي للوالدة؟ إلى آخره من هذه النقاط، هل تؤثر على احتياجات اليتيم؟ النقطة الثالثة من وجهة نظره ماذا يحتاج؟ ثم عممت هذه الدراسة على جميع الأسر اللي تتبع لأبناء، وبعدها تم إخراج نتائج أنا أعتقد أنها انعكست بشكل جميل على الجمعية. كم كانت عدد الأسر التي استهدفت في هذه الدراسة؟ طبعا كانت الأسر المستهدفة هي جميع الأسر اللي تتبع الجمعية أبناء في عام 1443، وهم قريب من 500 أسرة تم تعميم الدراسة عليها. وكانت مدة الدراسة على أشهر أو أسابيع؟ لا تم على مدى أشهر، بحيث أنه تم عمل عينة تجريبية في البداية بحيث نتأكد أنه الدراسة مناسبة حقا، مفهومة، المستفيد عارف وش المقصود منها، ثم انتقلنا إلى التطبيق الفعلي على المستفيدين، ومن ثم النتائج وتحليلها. بخصوص النتائج، ما كانت النتائج التي وصلتم لها من طريق هذه الدراسة وأيضا التوصيات؟ طبعا أنا أعود وأذكر لك إحنا حرصنا في هذه الدراسة على نقطة أن نبتعد عن الجانب التنظيري ويكون شغلنا كله عملي. لذلك إحنا سعيدين جدا أن تكون نتائج هذه الدراسة في مجملها هي برامج عملية مناسبة لليتيم. نتائج هذه الدراسة كلها صبت على أهم احتياجات اليتيم في كل جانب، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب التربوي، ثم هذه الاحتياجات ترجمت على شكل برامج تقدم لتغطي هذه الاحتياجات. احتياج اليتيم فعلا، فهنا تدعمون الجمعيات بأفكار وبرامج، وهذا أحد أهداف الدراسة. جميل. أننا نقدم للجمعيات كما نقدم لأنفسنا، لأن احنا في النهاية نسير في طريق واحد وهدفنا خدمة اليتيم. جميل جدا. أستاذ الرحمن، هل تضيف لكم هذه الدراسات كأفكار ومبادرات تلائم احتياجات اليتيم فعلا؟ وشيء أحب أعقب على كلام أخي جابر أنه الدراسة نعم عممت، وأرسل نسخة منها إلى المركز الوطني، ونسخة لوزارة الموارد البشرية، وكذلك نسخة للمجلس الفرع التخصص للأيتام، بحيث نعظم الأثر ونستفيد من هذه الدراسة فعلا بأنها تنشر لكثير من الجمعيات التي قد تتشابه ظروف الأسر فيها، فالجميع هنا يتيم وهنا له ظروفها في تشابه كبير، فمن الممكن الاستفادة منها. بالنسبة لسؤالك بالتحديد، طبعا هذا شيء أكيد، ولعلنا يعني أنا أعتقد أن الدراسة مهمة جدا 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 لعدة أمور. أول شيء هي كشاف هل البرامج اللي جالسة تقدم الجمعية مقدمة بشكل فعلي لحاجة اليتيم، أو هي اجتهاد يعني نتوقع أن اليتيم، لا اليوم ما نتوقع، اليوم نجزم أن اليتيم يحتاج هذا البرنامج وعنده احتياج محدد، فنقوم بصنع مبادرة تخدم هذا الاحتياج لكي نحقق أعلى فائدة من هذا الجهد وهذا العمل اللي جالس يقوم. لا سيما أنه يعني أنت لما تختار جهة، أهم جهة علمية عندنا في منطقة بريدة هي جامعة القصيم، لما تقدم هذه الدراسة وفق معايير عالمية، وبالتالي أنت بإذن الله يعني تجد تصحح أول شيء الفجوات الموجودة، تكتشف أن عندك فجوات معينة كانت موجودة فتصححها، أيضا يكون دراستك للاحتياج وفق شيء علمي ومدروس، ثم بعد ذلك الخبرات الموجودة في جامعة القصيم كونها تدخل معك وتستفيد من استشاريهم في عدة جوانب، تجلس مع الأيتام، تجلس مع أسرهم، تعرف احتياجهم عن قرب، هذا يساعدك تماما أنك تغطي عدة جوانب وتخرج ببرامج وفق احتياجات فعلية ومدروسة. جميل جدا. طبعا ينعكس بالنهاية على نوع المبادرة أنه يكون مبادرة نوعية وبالنهاية تخدم احتياج فعلي. فعلا. بحكم أنه اليتيم هو المستفيد من هذه المبادرة وهذه الدراسة، ما مدى تفاعلهم الأسر الأيتام والأيتام معكم؟ الحقيقة كان تفاعل أكثر من رائع، لأن اليتيم حس أن هذه المبادرة إنما صنعت من أجله ومن أجل خدمته، وبالتالي كان التفاعل الحقيقة لا أقول وفق المأمول بل أقول فوق المأمول. جميل جدا. ذكر الأستاذ عبد الرحمن بأن هنالك دور لجامعة القصيم بالشراكة معكم في هذه الدراسة، ما دورها الفعلي الذي شاركت به؟ طبعا جامعة القصيم هي من تولت تطبيق الدراسة على أرض الواقع، نحن تشاركنا معهم في التخطيط وصنع الأهداف وصنع الاتجاه العام للدراسة،
ثم تولوا هم مشكورين كجهة متخصصة، لديهم فريق متخصص وفريق متعمق في مثل هذه الدراسات، تولوا تطبيقها على أرض الواقع من إعداد الاستبانة، من تقديمها، من دراستها، ومن استخراج النتائج التي انعكست كما نحب ونتمنى بإذن الله. بإذن الله. أستاذ الرحمن، ما أثر هذه المبادرة عليكم وعلى خططكم الاستراتيجية؟ هل تلعب دور مهم في تغيير بوصلة الاتجاه للجمعية؟ نعم، طبعا خطة الجمعية أحد الأشياء اللي بنيت منها خطة الجمعية هي النتائج اللي خرجت من هذه الدراسة، والحمد لله يعني احنا مطمئنين جدا لخطتنا الاستراتيجية، لأنه بنيت وفق احتياج فعلي ووفق دراسة علمية ومعايير يعني محكمة، وبالتالي يبي ينعكس بإذن الله تعالى على الأثر اللاحق والتي وضعت الخطة الاستراتيجية لها. جميل جدا. هل هذه الدراسة الآن أتيحت لي كما ذكرت لكافة الجمعيات الأخرى بحيث أنهم يقتبسون الفكرة أم يتبعون النتائج المطروحة؟ طبعا قد تختلف النتائج باختلاف الظروف وباختلاف الفئة المستهدفة وباختلاف أيضا احتياجات الأسر، يعني مهما كنا احنا في بلد واحد في موطن واحد، ولكن قد الاحتياجات أو خلينا نقول اللي يعيش في منطقة الرياض كاحتياجات مادية مو مثل اللي يعيش في منطقة القصيم، وعلى يعني ضوء ذلك فقس، ففي احتياجات مختلفة نسبيا ولكن بشكل عام الظروف متشابهة، فالفئة واحدة والأسرة تفقد والد وبالتالي هي بحاجة توجيه، بحاجة رعاية، بحاجة، لكن كيف نصنع البرنامج بشكل مدروس وبشكل علمي ووفق ما يحتاجه اليتيم؟ يعني أنا لما أقدم الخدمة وأستشير في من أقدم له الخدمة وأخليه يشارك في صنع هذه المبادرة أو صنع هذا البرنامج، أنا أثق بمشيئة الله تعالى أني سأصل لبرنامج فعلا هو يحتاجه وأقدم له الخدمة وفق ما يحتاجه. جميل جدا. نستأذنكم ونستأذن ضيوفنا الأعزاء في فاصل قصير ونعود إليكم. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصورة. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصورة. أهلا وسهلا بكم مجددا. أستاذ جابر، كنا نتحدث قبل الفاصل عن المبادرة وعن ما مدى أثر الاحتياج واستفادة وتفاعل أسرة الأيتام، لكن يهمنا جدا أن نتعرف على العوامل التي تساهم في إنجاح مثل هذه المبادرة وضمان تطبيق التوصيات التي ذكرتموها. أنا أعتقد أن العوامل كثيرة ومن الصعب حصرها، لكن اسمح لي أن أذكر بعض أهمها من وجهة نظري. الأول وجود الهم، وهذا ولله الحمد حنا نحمله في الجمعية، نحس بوجود هم لدينا في خدمة هذا اليتيم. كيف ممكن نصنع شيء مناسب له، شيء يحقق احتياجه، وشيء يصل به إلى التمكين، وهو شعارنا بوصول اليتيم إلى التمكين. النقطة الأخرى وهذه ولله الحمد موجودة ونطمح إلى المزيد فيها، اللي هو تضافر الجهود من الجهات ذات العلاقة، من الجمعيات والجهات الأخرى التي تصب الجهود في الوصول إلى أهداف مشتركة. النقطة الثالثة، أنا أعتقد أن دعم مثل هذه الدراسات سيوصلنا إلى نقاط أعمق وإلى نقاط أكبر تصب جميعها في خدمة وطننا الغالي والوصول إلى ما نسعى إليه من أهداف رؤية 2030. جميل جدا أستاذ جابر، ويسعدنا أيضا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن سليمان السعيد رئيس مجلس إدارة لجمعية أبناء لرعاية الأيتام ببريدة. حياك الله أستاذ أحمد. يا أهلا وسهلا. سعيد باللقاء مع قناة المجد. أستاذ أحمد، لدى الجمعية هدف نبيل في تحقيق جودة حياة الأيتام، وهو ينسجم بالطبع مع رؤية المملكة 2030. ما هي أبرز الجهود التي بذلتموها لتحقيق هذا الهدف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. لا شك أن الرؤية الطموحة القطاع غير الربحي يشكل 5% من الناتج المحلي، والجمعية اليوم تسعى بقدر استطاعتها لتنفيذ برامج ومناشط تحقق هذا الهدف، ولعل على رأس هذه الجهود هي تنفيذ خطة استراتيجية أطلقت العام الماضي تمتد لأربع سنوات قادمة بإذن الله تعالى، تضمن بإذن الله توفير حياة مستقرة من خلال برامج تنموية تضمن جودة حياة في الأيتام وفقا لهذه الخطة التي رسمت ولله الحمد.
جميل جدا. ما هو أثر الدعم من فئات المجتمع لتحقيق هذا الهدف في تحقيق جودة الحياة للأيتام؟ لا شك أن الجمعية بقيام المشاركين من الداعمين والموسرين هم الرافد الأساسي للجمعية لتنفيذ برامجها الطموحة، ومن خلال أيضا الثقة التي حظيت بها الجمعية والداعمين ومن المستفيدين، لا شك أنها تدعونا للاستمرار في ضخ كثير من البرامج التنموية التي تخدم وتصب في مصلحة اليتيم بإذن الله تعالى. ما هي المجالات التي يستطيع بها الفرد أن يشارك فيها مع الجمعية في تحقيق هذا الهدف؟ طبعا المشاركة متنوعة، هناك مشاركة في الدعم المادي ومن خلال الكفالة الكاملة، هناك أيضا مشاركة تطوعية في مع الجمعية وأنشطتها، هناك سفر عن الجمعية كذلك وسفيرات في نشر يعني مشاريع الجمعية والحديث حولها، وهناك متجر طبعا فيه مجموعة من البرامج النوعية والتنموية التي يستطيع أي فرد بأي جهد سواء مالي أو بدني يخدم الجمعية ويشارك في هذا الأجر الكبير. ما هو دور مجلس الإدارة في تحقيق الاستراتيجية وأيضا تحقيق هذا الهدف؟ لا شك أن على مجلس الإدارة دور كبير ومهم، وأعتقد أنه ولله الحمد حظي في الجمعية أيضا بدعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير المنطقة الرئيس الفخري والذي يحفز المجلس، فالمجلس اليوم يقوم بدور كبير في موضوع متابعة الخطط الاستراتيجية وتنفيذها، استقطاب والكفاءات للإدارات العليا بالجمعية، عقد الشراكات النوعية، صناعة وإحداث برامج نوعية تقوم في خدمة اليتيم وإحداث جودة حياة له بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا لمداخلتك، وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن سليمان السعيد رئيس مجلس الإدارة لجمعية أبناء لرعاية الأيتام ببريدة، فشكرا لك مرة أخرى. تحدث الأستاذ أحمد عن هذا الهدف تحقيق جودة الحياة الأيتام، ما هو أهمية هذا الهدف لديكم أنتم كمنسوبي الجمعية؟ طبعا الهدف لا يعني يخفاك هدف كبير جدا، وتسعى المملكة ككل بقيادتها الكريمة إلى تحقيقه في مع جميع المواطنين السعوديين ولا سيما الأبناء الأيتام. فكون اليتيم يعيش حياة كريمة، يعيش حياة متعففة، لا يحتاج يعني لم ينشغل باله بلقمة عيش ولم ينشغل باله ب إيجار يثقل كاهله، هذا يجعله يعني يبدع، يخرج أفضل ما لديه من مهارة، يكون طموح، يسعى إلى أنه يدخل مجالات علمية، مجالات تخصصية، وبالتالي يعود نفعها إلى بلده، إلى مجتمعه، إلى موطنه. فعلا، وهدف نبيل جدا في تحقيقه لأيضا سمو جودة حياة الأيتام. إلى فاصل وبه نتعرف على التقرير عن مبادرة أو التدريب على الحوكمة، ونعود معكم بعد هذا الفاصل. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصورة. تحتضن مملكتنا الغالية تحولاً تنموياً طموحاً من خلال رؤية 2030 عبر مختلف برامجها، والتي تسعى من خلالها إلى بناء مستقبل واعد لنا وتحسين مهاراتنا الشخصية والمهنية ورفع جودة الكفاءة لدينا. وفي جمعيتنا الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام أبناء سعت لبناء شخصياتنا وفق توجهات رؤية المملكة العربية السعودية وتعزيز هويتنا، لذلك عملوا على برنامج تأهيل أخصائي حوكمة المنظمات الغير ربحية لتأهيلنا أنا وزملائي لاحتياج سوق العمل بعد دراسة مستفيضة،
لنخدم المجتمع والقطاع الغير ربحي ولكي نصبح مؤهلين ومتخصصين في الحوكمة عبر معايير متكاملة وفق مراحل خارطة البرنامج التأهيلي على النحو التالي. المرحلة الأولى: العمل والتطبيق الميداني في الجمعيات، حيث يتم تقسيمنا على فرق عمل ونباشر العمل في الجمعيات لمدة 3 أشهر. المرحلة الثانية: تدريبنا على المراجعة وإعداد ملف الحوكمة، ويتم زيارتنا ميدانياً ومتابعتنا أسبوعياً لمساندتنا وإعداد ملف الحوكمة بشكل صحيح. المرحلة الثالثة: البناء المعرفي عبر دورات مكثفة وبناء ذاتي. سعدنا في 3 أشهر متواصلة بمشاركة أبنائنا وبناتنا المتدربات من جمعية أبناء ضمن فريق عمل جمعية الزاد. كانت مشاركة ثرية بعطائهم المستمر وحضورهم واهتمامهم وإنجازهم لعدد من ملفات الحوكمة بتميز احترافية، وهذا يدل على تميز الجمعية أنها جمعية أبناء في اختيار المشاركين وفي التأهيل والتدريب الذي تلقوه في البرنامج. برنامج الحوكمة أفادنا كثيرا من خلال المتدربين المتمكنين، حيث أن المتدرب الذي وصلنا والمتدربة أخذت البرنامج على شقين: الشق الأول اللي هو التدريب النظري والتدريب الميداني. كنا إحنا في جمعية صحة من ضمن الجهات التي استضافت وقبلت المتدربين للتدريب الميداني على رأس العمل، ولله الحمد والمنة كان لهم أثر إيجابي جدا على الجمعية. وحسب ما عرفت من فريق البرنامج أن هذا البرنامج اللي هو برنامج الحوكمة كان له أثر إيجابي على باقي الجمعيات، حيث نقلهم من مرحلة إلى مرحلة في التقييم وفي القياس للحوكمة. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمعية أبناء لسعيها الدائم على اتجاه أبنائها المستفيدين. شكراً لشريك النجاح في هذا البرنامج، مركز نجوم المستقبل لرعاية الشباب، وشكراً للجمعيات المستضيفة للبرنامج التدريبي الميداني، والله الموفق. كسوة واهتمام، كفالة وتربية، حقيبة وتعليم، نحيط باليتيم رعاية وتمكينا لنرتقي به من ضيق الحاجة نحو جودة الحياة. كن معنا وشاركنا مشاريعنا المتعددة عبر منصة تبرع أبناء الرسمية لتكون أحد الفائزين بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصورة. أهلا وسهلا بكم مجددا. أستاذ جابر، بما قيمت مبادرة دراسة الاحتياج؟ ولله الحمد كانت الدراسة تقييمها جدا عالي، يعني بمعنى آخر أستطيع أن أقول لك أن النتائج بعد أن أخذت وقولبت بما يتناسب معها وبما يتناسب مع اليتيم عرضت على عدة جهات وعلى عدة مختصين، ولله الحمد كانت وجهة النظر تواترت على جودة النتائج وعلى إلمامها فعلا باحتياجات اليتيم الأساسية. وما مدى تطبيقكم للتوصيات والاقتراحات الموجودة فيها؟ أنا أعود وأقول لك أنه إحنا نحمل هم اليتيم، لذلك كان أول عمل عملناه بعد ما تأكدنا من جودة النتائج ومن أنها مناسبة أن حولنا تلك النتائج إلى برامج عملية وتم تضمينها في خطة الجمعية من أجل أن تصل إلى اليتيم. لذلك احنا نفخر ان كثير من البرامج اللي تمت خلال هذه السنه وجزء منها السنه الماضيه كلها كانت نابعه من تلك الدراسه. اعطيك مثال، عندنا برنامج حياه وعندنا برنامج قناديل، هذه من اخر البرامج التي قدمت. البرنامجين هذولا كلهم كانوا نتيجه هذه الدراسه. الممنا فيهم بالجانب التربوي، بالجانب النفسي، وبالاحتياجات التي اخذت من خلف تلك الدراسه. لها أهمية مثل هذه الدراسات، هل ترى أنه لكل جمعية متخصصة في مجالها أن تحذو حذوكم في تطبيق هذه الدراسة لإيجاد احتياجات الأيتام أو الفئة التي... الجمعيات لله الحمد في مملكتنا الغالية تحمل هم، وهو هم تقديم الخدمة، وهذا الهم الحقيقة نفخر نحن فيه ونفخر بخدمة وطننا في مثل خدمة في حمل هذا الهم. مثل هذه الدراسات أنا واثق إن الجمعيات تسعى لسبر الواقع ولمعرفة الاحتياجات الفعلية. أنت ما ودك تشتغل يمين والاحتياج كله يسار،
لذلك مثل هذه الدراسات الحقيقة إنها أشبه بالمصباح اللي ينير لك طريقك، تعرف احتياجات مستفيدينك، وبالتالي أنت لا تنفق مواردك أو تقدم برامج من غير حاجة، بل تقدم وتلمس الاحتياج مباشرة. صحيح كلامك، وعجبتني موضوع أن هذه الدراسات هي كالمصباح التي تنير أو الذي ينير طريقك. بالطبع أن الكثير يعتقد أن الجمعيات المتخصصة لرعاية الأيتام هي فقط متخصصة أو كفيلة في أنها تعطي اليتيم وأسرته المأكل والمشرب، لكن ما وجهة نظرك بمن يظن هذا الظن أن هذا هو دور الجمعيات فقط؟ طبعا يعني للأمانة هذا شيء أساسي، وأنا لا أستطيع أن أقدم خدمة وتمكين وتدريب وتطوير لليتيم ورفع من مهاراته وهو عنده يعني نقص في مورد مالي أو مورد أساسي لحياته، وبالتالي لا أعتقد أنه هذا يعني منفصل، وإنما بعد ما أكفله بعد الله عز وجل اكتفاؤه الذاتي أو اكتفاؤه عن بمأكله ومشربه وحاجاته الأساسية، أتطلع إلى أني أقدم له خدمات أخرى تمكنه وتطوره، وبعد وأضف على ذلك خلينا نقول نطعم ذلك بدراسة علمية مثل ما تم عمله في جمعية أبناء وغيرها من الجمعيات، بحيث أنه يكون الاحتياج فعلا مدروس ومقدر، مما يخفف على الجمعية يعني جزء كبير من الأعباء سواء المالية أو الوقت والجهد، ويختصر المسافات. لما أجلس أجرب وأخوض فترات تجربة، لا أنا الآن أقدم برنامج وأنا يعني واثق تماما أن هذا البرنامج يحتاجه اليتيم، درسته وقدمت له من عدة جوانب ثم يعني قدمت له بالشكل المطلوب. جميل جدا، يسعدنا أن تكون معنا عبر اتصال الأخت سارة أحدى المستفيدات من جمعية أبناء لرعاية الأيتام. حياك الله أستاذ سارة. أهلين عليكم. السلام. أهلين ومحييك. بما أنك أحد المستفيدات من أحدى الدورات النوعية في الحوكمة التي تقدمها جمعية أبناء ولمدة 3 أشهر تقريبا، ما النتائج التي حققتها لك هذه الدورة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله، في البداية أرحب بكم وبضيوف الكرام. بالنسبة لدورة أخصائي الحوكمة، كانت حقيقة برنامج نوعي ومثري اشتمل على عدة مراحل، منها تدريب نظري مكثف لإشراف عدد من المختصين، ومنهم تدريب العمل الميداني في الجمعيات الأهلية. طبعاً تدربنا في كافة المعايير الحوكمة، اللي هي المعايير الثلاثة: الامتثال والالتزام والشفافية والإصلاح والسلامة المالية. ولا يخفى على جميع أهمية الحوكمة في ظل التطور الحاصل في القطاع الغير ربحي، ولا شك أن الحوكمة ضرورية لتحقيق النزاهة والحماية من المخاطر المتعددة التي تواجهها في العمل في القطاع. وبحمد الله أصبحت أنا وزميلاتي متمكنات في الحوكمة ونستطيع العمل عليها باقتدار. ما أثر هذه الدورة عليك في مجال عملك أو في بيئتك المحيطة أو أثناء أيضا ممارستك اليومية الروتينية؟ مثل هذه البرامج النوعية تكسبنا بناء العلاقات والمهارات والمعارف واكتساب الخبرات ممن سبقونا في هذا المجال، فلله الحمد والمنة. من خلال هذا البرنامج تم ترشيحي لحضور برنامج آخر خاص وهو الخاص بالجودة والتدقيق الداخلي، وكذلك تم قبول دعم مهارات الأمس في القطاع الغير ربحي لدى مؤسسة محمد بن سلمان لسك. وحقيقة في مثل هذا البرنامج الذي تقدمه جمعية أبناء لنا أرى أثرها في محيط أسرتي وصديقاتي بإعجاب هذا البرنامج وغيره. من الفعاليات والفرص التي تقدمها لنا الجمعية لتشجيعها الدائم وتحفيزها المستمر بالاستفادة من هذه الفرص الثمينة. نهاية، ما الرسالة التي تودين إيصالها لجمعية أبناء ولجمعيات الأيتام بشكل عام؟ في النهاية أود أن أشكر قيادتنا الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه على ما يلقاه اليتيم من دعم مشهود ورعاية أبوية حانية واهتمام باستمرار. وكل شكر وكل الشكر والثناء والدعم الصادق والدقاق الصادق من القلب للقائمين على جمعيتنا جمعية أبناء على رأسهم الرئيس الفخري سمو أمير منطقة القصيم، وفقه الله على ما يقدمه لنا من برامج رعوية ومشاريع تنموية وبرامج تمكين على اهتمامهم بالأيتام وأسرهم ومتابعتهم لدقة التفاصيل في كل ما يقدمونه من دعم وتمكين. أسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد وأن يرزقهم ممن يحبون ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كما لنا جمعية جميع جمعيات الأيتام في المملكة على ما يقدمونه من جهود لتحقيق أفضل خدمات الأيتام وأسرهم ومخالفهم في الإشراف، ولله التوفيق.
شكرا للأخت سارة، كانت معنا وهي أحدى المستفيدات من هذه الدورة في الحوكمة من جمعية أبناء رعاية الأيتام. تواجد مثل هذه المداخلات المستفيدين والمستفيدات، إبداء آرائهم ومشاعرهم، بما تعكس على المنسوبين، بما تعكس أيضا على المستفيدين من هذه الجمعية؟ أحد الأشياء اللي نفخر فيها في الجمعية أننا ما بيننا بين المستفيدين أي حاجز. إحنا نفخر لما المستفيد يجينا ويبدي لنا تطلعاته وآراءه، وكثير من برامجنا تطورت بفضل آراء هؤلاء المستفيدين. المستفيدين هم أساس الجمعية وهم العين التي من أجلها صنعت الجمعية، فالعلاقة بين المستفيدين والجمعية لا تنفك. لذلك مثل هذه الآراء تشجع وتطور في ذات الوقت. فعلا أستاذ جابر. أستاذ برحمن، هل لك أيضا تعليق على مداخلة المستفيدة؟ أنا الحقيقة سعيد جدا يعني بما سمعته، و يعني هذا الشيء أنا أعده فخر ومكسب كبير جدا. قد لا يتمالك الإنسان مشاعر عندما يسمع كلمات مثل أحد المستفيدين من الجمعية، ومما يعني يضيف له دافع وحافز أنه يقدم عطاءات ويقدم وقت، ومثل النجاحات التي تمت من خلال هذا البرنامج. يعني برنامج أخصائي الجودة هو برنامج متميز ونوعي، يعني أنه يعيش اليتيم ساعات تعليمية ثم يقدم هذه الساعات من خلال اللهم صل على محمد عدة جمعيات محتاجة لأخصائي الجودة، ثم بعد ذلك يستفيد هو على مستوى الشخصي أنها تكون يعني وظيفة له في المستقبل، يستفيد منها على مستوى المادي وعلى مستوى المعرفي، يعني عمل نوعي كبير جدا. فالفضل الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم الاختيارات الجمعية في أنها تدرب في هذا الجانب، ثم عاد لاجتهادات المستفيدين وحرصهم على تلقي مثل المعرفة، وأيضا ذهابهم إلى الجمعيات، ولأن البرنامج الحقيقة طويل جدا ما كان قصير، وكان فيه جزء منه نظري وجزء منه مكتبي فعملي، فبرنامج ضخم ولكن نتائجه كانت الحمد لله وأثره كان كبير جدا. الحمد لله. نشارككم الآن صور لجمعية أبناء والتي بالطبع تحمل المعاني وتحفظ جميل اللحظات. نشارككم هذه الصور ونترك لضيوفنا التعليق عنها. فلأول صورة، ماذا تود أن تعلق عنها أستاذ محمد عبد الرحمن؟ طبعا الحقيقة هذه صورة محفورة في ذكريات، يعني جائزة الملك عبد العزيز، يعني هي جائزة حقيقة غالية جدا جدا جدا، والوصول لها ليس الحقيقة بسهل، والحمد لله الأجمل من الحصول على الجائزة هو الثمرة التي أتت من بعد الجائزة، بحكم أن الجمعية تتقدم يوما فيوما يعني بعملها المؤسسي وبتميزها، فهذا فضل من الله عز وجل، وإن شاء الله أن القادم أجمل بكثير إن شاء الله. وإلى الصورة الثانية نترك للأستاذ جابر، ماذا تحمل أو ماذا تعني هذه الصورة؟ الحقيقة الصورة هذه كما تكلم أخي أبو محمد قبل قليل على المشاعر، أنا أقول أن هذه تحمل مشاعر أكبر. البرنامج هذا، هذه الصورة تمثل أميرنا المحبوب الأمير فيصل بن مشعل، وهو يشارك أحد الأيتام تقديم مفتاح السيارة في برنامج سند. وأنت إذا سمحت لي أتكلم قليلا عن برنامج سند، إحنا في برنامج سند هذا نعتبره من البرامج المبتكرة عندنا، الذي يسعى أن اليتيم يوفر دخل لنفسه ولأسرته، وذلك بأن الجمعية وفق شروط معينة تمنح اليتيم سيارة وتشركه في برامج التوصيل وتساهم معه في متابعته وفي الطلبات اللي تطلب منه حتى يوفر دخل لنفسه. أنا ما أخفيك، هذه المبادرة غيرت حياة أسر كثيرة. يعني لما أقول لك أنه وفق إحصائيتنا الأخيرة هذه المبادرة دخلت على الأسر 270 ألف ريال، أنا أعتقد أن هذا المبلغ اللي حصلت عليه مجموع الأسر المشاركة في البرنامج غير حياتهم بالكامل. فلأجل هذا أنا أبتسم وأنا أشاهد هذا البرنامج، لأني أعرف كم غير في حياة الأيتام وأسرهم. تبارك الله. أنا أحب أضيف على كلام أخي العزيز جابر، أنه يعني أبشركم أنه النسخة الثانية من البرنامج إطلاقه يعني قريبا، وقد يكون الخبر حصري ما أعلنا في غير هالقناة. ما شاء الله، بارك الله في جهودكم. وإلى الصورة الأخيرة والتي بالطبع نترك لكم التعبير عنها. طبعا هالصورة هذه يعني العمق كبير بالعمل بين الجمعية وبين مستفيديها والوصول إلى حاجات كبيرة جدا. هذه طبعا تسليم لأحد الأسر مسكن تسكن الأسرة خاص فيها،
يعني لأنه عندنا برنامج السكنة هو عبارة عن جزئين، جزء منه توفير دفع الإيجارات المنزلية، وجزء منه لا توفير سكن للأيتام بشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك هي شراكة ثلاثية. هذه كانت توزيع 50 منزل، وأيضا ولله الحمد الخطة 250 أسرة تستفيد من هذا البرنامج. تبارك الله، بارك الله في جهودكم. أستاذ جابر، ماذا تود أن توصي به الجمعيات بأهمية النزول الميداني وعمل مثل هذه الدراسات التي فعلا تمس نتائجها حاجة الأيتام؟ أنا أعتقد أن أخذ البرامج من الميدان هو من سيغير العمل بالكامل، وهذا ما نسعى نحن إليه، لأن أخذ البرامج من الميدان هو فعلا ما سيصنع المبادرات التي تغير واقع المستفيد. جميل، وهذا ما نسعى إليه، وأعتقد أن جميع الجمعيات تسعى إلى ذلك. جميل جدا. في أقل من دقيقة أستاذ عبد الرحمن، ماذا تود أن توصي به الجمعيات وأيضا أن توصل به رسائلك إلى المجتمع؟ أولا الإخلاص لله عز وجل في تقديم هذه الخدمة، لأنه كلنا نعرف أجر الكافر اليتيم، وقد لا تكفل مباشرة ولكن خدمة الأيتام هي كفالة. ثم اعتبر أن اليتيم هو أحد أبنائك، فدع هذا يعني دافع لك لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب وبأفضل صورة. قدم الخدمة المطلوبة، لا تجتهد، لا تضيع وقت من وقتك أو من وقت أو من عمر اليتيم في اجتهادات خاطئة، وإنما الحرص على الفوز بجوائز التميز والحرص على الفوز بجوائز الجودة والحوكمة هي سبيل بعد الله عز وجل للوصول لتقديم الخدمة بشكل جميل. جميل جدا. شكرا لضيوفنا الأعزاء على تواجدهم معنا ومشاركتنا في هذه الحلقة، كما أوصل الشكر لكم أنتم أعزائنا المشاهدين. وإلى حلقة جديدة من خير بيت ألتقي بها معكم، أنا نايف الهاب، فإلى ذلك الحين كونوا بخير، في أمان الله. هنا في خير بيت قد أتينا ننقل الصور.